الشيخ صالح سعيد بن محسن بن عمر الحقاني ملقب بالحريص لشدة أمانته ولحرصه على تأدية الصلاة، من أخباره أنه كان يدير مجموعة ووكيلا عن مجموعة من أموال المساجد، فكان يصنع صناديق منفصلة فيضع الحسابات والأموال في صناديق مختلفة حتى لا يخلط بينها فيضيع حقوق بعض المساجد والأوقاف وما يتعلق بها. من شدة حرصه على تأدية الصلاة في جماعة أنه إذا وضع في دكانه الغرض في الميزان وسمع صوت المؤذن توقف عن الحساب وأغلق دكانه وذهب لصلاة الجماعة. حكي ابنه بأنه قبل وفاته بأيام طلب منه أن يعاود الحسابات، ومع دقته ومع عدم وجود الأخطاء في الحسابات كان يطلب من ابنه أن يعاود تلك الحسابات مرة بعد مرة، حتى ضجر الابن ولكنه أجابه بقوله: إنني مدبر عن هذه الدنيا مقبل على الدار الآخرة، فلا بد أن أحاسب نفسي. ويحكى من أخباره وحرصه على أموال المساجد أنه إذا أراد أن يصرف مالا جعل لمرتادي مسجد من المساجد كان يتتبع الأشخاص الذين يجلسون للأكل من ذلك الطعام، فإذا وجد شخص ليس من مرتادي ذلك المسجد كان يذهب ويقول له بأنه ليس لك حق في هذا الطعام لأن هذا وقف لمرتادي المسجد. فكان يلقب بالحريص. عندما سمع عنه الإمام محمد بن عبد الله الخليلي قال: هكذا تكون رجال الآخرة، هكذا يكون رجال الآخرة. رزقنا الله وإياكم الأمانة والحرص على طاعة الله.